مشاهدينا الكرام، للحديث عن الجدل القائم حول إعادة الخدمة الإلزامية وتوقيت عرض القانون ودوافعه، معنا من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد، أهلا بكم. حياكم الله، تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بداية، لماذا تعاود قوى العملية السياسية مرة أخرى طرح الحديث عن قانون الخدمة الإلزامي؟ ما هي خلفيات طرحه في هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم والله، حقيقة يعني طرح هذا المشروع في هذا الوقت يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام، لأنه هذا القانون تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في أغسطس عام 2021. وكانت هناك دولة، وكانت هناك حكومة يعني أقصد، وكانت هناك برلمان أيضا موجود، ولم يتم إقرار هذا القانون في تلك الفترة. طيب اليوم نحن في العراق، يعني حقيقة هناك إشكال سياسي كبير جدا، وهناك حكومة لم تشكل منذ 8 أشهر. هناك انقسام شيعي شيعي، وانقسام كردي كردي، وانقسام سني كبير جدا. يعني لو جئنا إلى الأوضاع بشكل عام سياسيا، نرى بأنه الوضع لا يساعد على طرح مثل هذا المشروع الآن في هذه الفترة. ولو جئنا أيضا اقتصاديا وأمنيا، يعني نرى بأنه طرح هذا المشروع في هذه الفترة هو إشكال كبير جدا. الحكومة حكومة تصريف أعمال، البرلمان لا يمكن له القيام بواجباته، كيف يمكن أن يطرح هذا المشروع وكيف يمكن له أن يمرر؟ يعني حقيقة الكثير من علامات الاستفهام تثار حول إثارة هذا الجدل، علما بأنه طرح هذا المشروع هو أصلا انقلاب على الشعارات الديمقراطية التي روج لها الاحتلال وروجت لها الطبقة السياسية الحاكمة عندما جاءت إلى الحكم وتكلمت عن عسكرة المجتمع العراقي قبل عام 2003. ثم جاءوا اليوم لكي ينقلبوا على ما تكلموا عنه في الفترة السابقة ويعيدوا قانون خدمة العلم أو قانون الخدمة الإلزامية كما يقال، بطريقة أنه يعني تثير معه الكثير من الشعارات التي تتسم بالوطنية وما إلى ذلك. طيب هنا في جزئية الوطنية، عذرا للمقاطعة، يعني هل تعتقد بالفعل أن الهدف من طرح هذا القانون هو غاية وطنية من أجل رفض القوات الحكومية بعناصر جديدة ولاءها للوطن، أم برأيك أن هناك أهداف سياسية أخرى وراء هذا القانون؟ نعم، حقيقة هذه القضية يعني عندما يتكلمون هم عن تعزيز، كيف تعزز الوطنية والمحاصصة الطائفية هي التي تحكم البلد؟ كيف تعزز الوطنية أنت وأنت ترى بأن الميليشيات تسيطر على الوضع في العراق بشكل كامل وترفض الخروج من مناطق كثيرة من العراق باسم الطائفية وباسم المشروع لتنفيذ أجندة خارجية؟ كيف تتكلم والسجون مملوءة بشباب أهل السنة الذين قاتلوا المحتل، ثم تتكلم عن الوطنية وتتكلم عن التوازن؟ يعني أنا أعتقد بأن هناك إشكالية كبيرة جدا، يعني هناك الكثير من يعني عندما نتكلم عن المادة إرهاب لا تطبق إلا في المناطق السنية، عندما نتكلم عن العشائر تمتلك أسلحة ثقيلة في الجنوب بما فيها طائرات مسيرة، بينما المناطق السنية ليس فيها حتى الآلات الحادة والسكاكين تم إخراجها من هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك سيادة العقيد، هناك أيضا فقرة المذهب المضافة في الكليات العسكرية للخريجين والمقبولين كذلك. إذا كانوا يتحدثون عن وحدة وطنية وعن جمع الطوائف والخلاص من الطائفية في هذا المشروع، لماذا إذن يضعون في قبولات الضباط وفي كذلك الخريجين بند أو خانة المذهب ضمن القوائم التي تصدرها وزارتي الدفاع والداخلية؟ لا شك بأن هذه القضية يعني قضية مطفلية، لأن هناك إشكال أصلا هو إشكال المؤسسة العسكرية، هناك إشكال تنظيمي في بنية تشكيل هذه المؤسسات، هناك إشكال في المؤسسة العسكرية كبير جدا، إشكال تنظيمي وإشكال تسليحي، وهناك يعني الكثير من القضايا التي تعاني منها هذه المؤسسة من فساد وطائفية ومناطقية وأهواء سياسية وولاء للخارج. يعني كثير من النقاط الآن إذا ما أردنا أن نتكلم إن نرى بأن المؤسسة العسكرية بنيت على أسس غير رصينة وغير صحيحة، وبذلك يجب إعادة النظر في هذه المؤسسة قبل أن تقوم بطرح مثل هذا القانون الآن في هذه الظروف. طيب، ألغي القانون بعد 2003 عند الاحتلال، كيف أثر إلغاء قانون الخدمة الإلزامية في العراق على البلد بشكل عام وعلى طبيعة تكوين القوات الحكومية في العراق؟ نعم، هذه القضية أنا أعتقد أنها ترتبط بما جاء به الاحتلال من مشروع سياسي وعسكري واقتصادي للبلد، فهو الإلغاء لم يشمل هذه القضية فقط، وإنما شمل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بحيث تحول البلد إلى فوضى، ثم بعد ذلك قاموا بتشكيل هذه الأجهزة
على أسس طائفية عندما جاءوا بالميليشيات التي كانت تتواجد في دول مجاورة للعراق، ثم جاءوا بها مرة أخرى لتشكيل هذه الأجهزة مرة أخرى. إذن نحن نتكلم عن إشكال حقيقة كبير جدا في مسألة تشكيل المؤسسة الطائفية، المؤسسة العسكرية على أسس طائفية مقيتة أدت إلى تدمير المهنية والحربية بشكل كامل. طيب، هناك جزئية مهمة وهي تتعلق بالبطالة. يعني العضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي يقول إن الخدمة العسكرية الإلزامية ستسهم في تقليل مستوى البطالة في العراق، حيث ستوفر الحكومة 700 ألف دينار عراقي لكل شخص يلتزم أو يلتحق بالخدمة العسكرية. طيب، العراق اليوم هل تعالج أزمة البطالة فيه بهذه الطريقة؟ وألن تؤثر عملية يعني رفض المؤسسة العسكرية بالمنتسبين على الوضع الاقتصادي المنهار أصلا في العراق الآن؟ نعم، هذه القضية بداية ستؤدي إلى ترهل المؤسسة العسكرية بشكل كبير جدا، علما بأنه الآن المؤسسة العسكرية تعاني من نقص في القوى البشرية والقوى العددية. هناك أكثر من 1.5 مليون مقاتل لديهم في وزارة الداخلية والدفاع وقيادة قوات بغداد والحشد الشعبي والبيشمركة وما إلى ذلك. إذا نحن نتكلم بأنه لا يوجد نقص في مسألة التطوع نستطيع أن نقول الذي فرضته الطبقة السياسية عندما جاءت إلى العراق بإلغاء التجنيد الإسلامي، وهناك وفرة عددية كبيرة جدا. بإمكان الحكومة أن تقوم بطرح مشاريع كثيرة، مشاريع اقتصادية تحاول القضاء فيها على مسألة البطالة، علما بأنه هناك إشكالية كبيرة جدا في عدم احترام القانون أصلا. يعني هناك يجب في تطبيق القانون، هناك حكومة ضعيفة غير قادرة على إنفاذ القانون على الجميع، وبذلك هذا القانون سيطبق أيضا بصورة عرجاء. هناك إشكال في مسألة التعامل حتى مع ميليشيات الحشد الشعبي، كيف سيتم التعامل في هذا القرار مع مؤسسة الحشد الشعبي بما فيها الميليشيات الولائية التابعة لإيران؟ كيف ستفرض هذه الميليشيات شروطها على هذا القانون؟ هناك إشكالات كبيرة جدا ستعاني منها، علما أن المؤسسة العسكرية والأمنية هي غير حيادية. هذه نقطة مهمة للغاية. يعني يحيى رسول، المتحدث باسم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، قال بأنه، وهو طبعا اعترف ضمنيا، قال بأنه هذه الخطوة ستقضي على الطائفية الموجودة ضمن المؤسسة العسكرية. يعني أولا هو اعتراف بأن هناك طائفية في هذه المؤسسة العسكرية، ثم كيف يمكن القضاء على هذه الطائفية التي أنشئت عليها القوات المسلحة بصنوفها المختلفة بعد الاحتلال، والتي نراها اليوم بأن هناك ضباط لهم ولاءات حزبية، لهم ولاءات خارجية، كيف يمكن بعملية التجنيد الإلزامي أن يقضى على الطائفية كما تروج السلطة؟ طبعا لا يمكن أن يتم القضاء على الطائفية بإقرار مسألة قانون الخدمة الإلزامية، لأنه أصلا هي الطائفية مقررة في الدستور العراقي عندما جاءوا بالمحاصصة الطائفية التي لا زالت منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا هي التي تحكم البلد في مسألة الانتخابات وفي مسألة المناصب التي توزع على المكونات أثناء تشكيل الحكومة. لا يمكن لهذا القانون أن يأتي الآن الطائفية. أنا أعتقد بأن معالجتها بمعالجة كثير من الملفات التي جاء بها الاحتلال وجاءت بها هذه الطبقة السياسية التي لا زالت تنادي بالطائفية لحد هذه اللحظة. سؤالي الأخير لك سيادة العقيد، ذكرت قبل قليل ميليشيات الحشد، استمرار فوضى التشكيلات والميليشيات في العراق وسط هذه الحالة من التناحر السياسي، برأيك إلى أي مدى يقود البلد وسط تلويح كل زعيم من زعماء الميليشيات باللجوء إلى السلاح بحال أو في حال خسارته لغنائمه؟ كيف ستضمن هذه العملية التي تقترحها السلطة بحجب الميليشيات، نزع السلاح منها، إيقاف هذا التهديد المستمر بحرق العراق؟ نعم، لا شك بأن هناك ملفات كثيرة يجب معالجتها قبل أن يطرح مثل هذا المشروع، وهو مشروع مثلا حصر السلاح بيد الدولة. هل الدولة قادرة على أن تحصر هذا السلاح بيدها؟ أنا أعتقد بأن الحكومة يعني واضحة، لا أريد أن أتكلم بهذا الموضوع لأنه واضح للكثير بأن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على إنفاذ القانون. والدليل على هذا بأن ميليشيات الحشد الشعبي عندما تم الإمساك بخلية الدورة تم إطلاق سراحها رغما عن رئيس الوزراء، وما جرى في قرية الهواشة. يعني الآن عندما يتكلمون في المقدادية هو خير دليل على أن المؤسسة العسكرية التي يريدون القضاء على الطائفية من خلال قانون التجنيد الإلزامي فشلت في الدفاع عن المواطنين وتركتهم فريسة سهلة للميليشيات التي قامت بحرق وتجريف المنازل والدوائر التعليمية والصحية في المدينة.
سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، شكرا جزيلا لك.